الماضية لدي تصدي حتى اللحظة وأمسك بكرتين في الجول كيبر سيزن لصالح الأهلي وأيضا مختلف الكرة بالرأس الله عارضة هنا وأخرى هناك أميد إبراهيم يسدد ويرد على الكرة بدت عبر الجهة اليمنى حمد منصور عكسية في اللقطة الماضية القائم الأيمن هو من أبعدها على العراقي أحمد ياسين بهذه الطريقة أحمد ياسين يلعب الكرة لكن القائم الأيمن لعب نالدو رودريغيز يبقى النتيجة عن عمر نجحي وعنده ثلاث مباريات كازوني فيها انتصارين من ثلاثة وهذا معدل جيد هجوم للخور يبحث عن انتصار الثالث الخروج من مراكز الخطر الله برنارد كازوني من مكاني هذا في كابينة التعليق يندب حظا لضياع فرصة هدف أول من جديد هنا التمريرة من ياسين وهو منذ فترة طويلة لم يتواجد على الشتاء وبالتالي الأيام الحلوة الأجواء الجميلة راح تكون حاضرة والبحر إلى الركنية وهنا أتى الرد من حمد منصور لاعب الذي أعير من نادي السد قبل من الموسم الماضي على رأس أحمد ياسين ميلان ماتشيلا حاضر الثقي كأس العالم للشبان في بولندا 2019 حل بالترتيب الإجمالي ثالثا بعد الخروج من مراكز الخطر لكنها ستجعله قريبا من منطقة التنافس لدينا العربي سيقابل غدا الدحيل في مباراة في ختام الجولة 11 بالإضافة للخطط الهلال محمد ينقل الكرة إلى واغنر الوان تو اللعبة داخل منطقة ممكن هدف أول الله واغنر يتألق أو إيفينالدو حارس المرمى يتألق أمام دييغو كرة وصلت من واغنر من أحمد ياسين إلى واغنر إلى دييغو ومن ثم يأتي التصدي لإيفينالدو يمنع فرصة هدف أول الخور تذهب إلى ركلة ركنية وأحمد ياسين هو من يسدد الكرة الماضية ويأتي التصدي لحارس المرمى إيفينالدو رودريغيز يمنع كرة لك بدأ مشوار مع التدريب من العام 99 من بداية النادي اللي أنهى فيه مشواره كلاعب اللي هو أولمبيك مارسيليا كان تمرس الملاعب التونسية والجزائرية راح نتحدث عن كازوني بعد كرة أحمد ياسين بالنسبة لبيب غوارديولا الذي يوما ما ارتدى الألوان الخضراء والبيضاء حكم مباراة يقول ما فيه شيء أحمد ياسين هو الذي يخطف الكرة من أمام نايجل يونغ ينطلق في ظل موافقة خليل شريف يمرر الكرة عبر الجهة اليمنى ممكن نشوف تسديد أحضان مع محمد رضا خان زادة وذهبت إلى ركلة ركنية اللاعب السابق لراء آهن يتلقى استلام موجود الكرة عبر الجهة اليسرى أحمد ياسين ما زال يحافظ على الكرة المشكلة اللي كانت في نهاية شوط المباراة الأول الهجمة ملخصها إذا كان في حديث يستفاد من مثل هذه بالنار مع فريق متعطش للعودة في هذه المباراة كرة وسط إلى أحمد ياسين راح نتحدث عن الأسماء الفريقين في الشوط الثاني عبر الكرة الجهة اليسرى عكسية تذهب وسط الملعب فيه اللاعب الحاج محمد مصطفى وحمد منصور وعلى ذات الأسماء في المقدمة أحمد ياسين ولدينا واغنر ولا تتغير عن التي بدأت بها المباراة بالنسبة للمدرب برنارد كازوني ركنية للخور هي الثامنة في هذه المواجهة عندنا أحمد ياسين واغنر وهلال خلف دييغو في الارتكاز الحاج وحمد منصور هذه التشكيلة اللي يلعب فيها الخور في مباراة أطرد مدرب نادي الخور برنارد كازوني في لحظات كانت مثيرة مع نهاية الشوط الأول وكانت واضحة مهدي رضا مهدي هو اللي يلعب اليوم ظهير أيسر قلب الدفاع في نهاية البريكي وفيه خالد رضوان ومحمد شعبان على الجهة اليمنى لاعبي ارتكاز هم الحاج محمد وحمد منصور قدم دور جميل على الناحية الهجومية حمد منصور في الشوط الأول لكن الست تسديدات استلام لمسة وتمرير أحمد ياسين أحمد ياسين ما زالت مع الكرة تذهب إلى رمي التماس سولين لعب في 2017 مع معيذر قدم عطاءات مميز أضعف خط هجوم لخلطيات 26 هدف بعد ذلك العربي ومصلال 21 هدف أضعف خط هجوم هو للخور ولخلطيات بثمان أهداف فقط لم على الأمور في منتصف الملعب الخور اللي كان يهاجم وأضاع العديد من الفرص قبل أن يسجل في العام 72 النجاح اندمج مع الأهلي ليكونا النادي الأهلي عميد الأندية البريكي يبحث عن هدف يبحث عن التعادل أحمد ياسين يستلم صفراء هي الرابعة على الخور بطاقات متتالية
الأصفر يظهر بشكل متتالي. وبطاقة واحدة على الأهلي غادر صاحبها، أو بطاقة واحدة على الأهلي موجودة على أوبيد إبراهيم. قادر علي قادري الشوط الأول ما حصل عليه بطاقة، لكن كانت الإشكالية الموجودة بمنتصف الملعب. في الشوط الثاني كل البطاقات الصفراء من نصيب لاعبي الخور، أربع بطاقات، مهدي والحاج وواغنر وأحمد ياسي. في مجرى الأهلي ثلاث تغييرات أو تغييرين، راح يكون بديل لأحمد ياسين العراقي. أحمد ياسين يغادر، إبراهيمي سعيد راح يكون في أرضية الملعب مكان أحمد ياسين. أحمد غادرت الملعب اللاعب العراقي.